أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ثقافتنا. النهاردة كنا في الجمعية بنتابع حفل خاص بتأبين معالي المستشار الوزير الأسبق وزير التعليم ورئيس مجلس النواب الدكتور أحمد فتحي سرور. يعني بصراحة ده إن دل على شيء، الزخم اللي كان موجود النهاردة والحضور الشديد بيدل إن الراجل ده يعني فعلا أسرى وعمل حاجة كويسة تستحق إن كل الناس دي تتكلم عنه بالشكل اللي هنشوفه ده. تابعونا إن شاء الله، شكرا. النهاردة إحنا بصدد تكريم معالي الدكتور المستشار العظيم السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق ووزير التعليم العالي والتعليم العام الأسبق وأستاذ القانون والفقيه القانوني الكبير. أستاذ أحمد فتحي سرور من الدكاترة والأساتذة الكبار اللي كان ليهم دور سياسي ودور تشريعي كبير جدا في تاريخ مصر الحديث الحقيقة، وتشريعاته كلها دلوقتي بتعد منارة مميزة لكل القانونيين والعاملين بالمجال القانوني. مش كده وبس، الموضوع امتد كمان لكل فئات المجتمع المصري اللي بتتعامل بالقانون والاقتصاد، اللي جزء كبير جدا من تشريعات اللي صدرت في عهد الدكتور احمد فتحي سرور كرئيس مجلس النواب كان معظمها الحقيقه تشريعات اقتصاديه. كان راجل عنده رؤيه وعنده فكر، ودايما الدكتور فتحي سرور كان سباقه بيفكر خارج الصندوق. احنا لا يسعنا اليوم الا ان احنا نترحم عليه ونقول رحمه الله على استاذ الدكتور الاستاذ احمد فتحي سرور، وربنا يجازيه عنا خير. وطبعا القائم على الاحتفاليه النهارده هي الجمعيه المصريه للاحساء السياسي والتشريع اللي كانت بتشرف برئاسه استاذنا الدكتور احمد فتحي سرور. ربنا يا رب يتغمده برحمته ويتقبله عنده ان شاء الله من شيء. النهارده طبعا في يوم زي ده احنا بنجتمع علشان وفاة المرحوم دكتور الوزير فتحي سرور وزير التعليم رئيس مجلس الشعب اللي ليه باع كبير في إرساء قواعد قانونية وإرساء قواعد علمية، ويعتبر من القيم والقامات الكبيرة على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. ما زال علمي وسيظل ينهل منه هذه العلوم وهذه الكتب وهذه المؤلفات. رحم الله العالم الكبير أستاذ الدكتور فتحي سرور، ونفع الجميع بعلمه، وربنا إن شاء الله نتمنى أن يكون من المصريين ما يعوضنا عن الدكتور فتحي سرور. شكرا. الدكتور سرور طبعا غني قيمة وقامة في الوطن العربي كله. الدكتور سرور بالنسبة لأبناء السيدة زينب هو الهرم الرابع، عمل خدمات عديدة لا حدش يقدر يعدها بلا حصر، خدمات شديدة جدا. عمل مستشفى 57، عمل محكمة زينهم، نادي طلعت حرب، مركز شباب زينهم. الدكتور سرور بالنسبة عمل بنك الطعام. خدماته على أهل السيدة زينب ليس لها حصر. أنا سعيدة النهاردة جدا إن أنا جيت في حفل وفاء وتكريم زي ما هم بيقولوا، مش تأبين. طبعا أنا سعيدة إن أنا عضو في الجمعية وأشرف إن أنا أكون عضو الجمعية. أنا أستاذة بأكاديمية الفنون بس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحفاء والتشريع، وحضرت كتير ندوات فيها سيادة الدكتور أحمد فتحي سرور. بصراحة هو رجل قانون، موسوعة قانونية ماشية على الأرض. كنت أنا بستمتع بكل كلمة بيقولها في الندوات دي. اولا انا كانت الشيء اللي لفت انتباهي ان هو عنده ذاكره قويه جدا. انا مش عارفه هل دراسه القانون هي اللي جعلته كذلك ولا هي حاجه في شخصيته هو. بصراحه يعني مصر والعالم العربي واساتذه القانون والجامعات فقدوا قامه كبيره جدا، قلما يجود الزمان لمثلها. واتمنى ان ينتج فيلم وثائقي يعني يحكي ويسرد السيرة الذاتية والتاريخ الكبير جدا القوي لسيادة المستشار الدكتور أحمد فتحي سرور. شكرا جزيلا. كان الدكتور سرور يفتح جلسات مجلس الشعب، ربنا يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين الذين أرسلهم الله مبشرين ومنذرين. كما قال أستاذ الجليل معالي الأستاذ الدكتور ربيع لطيف أن هذه احتفالية يوم الوفاء والتكريم. الدكتور سرور لم يمت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. وقد توافر في أستاذنا الجليل تلك الثلاثية المقدسة، فنحن جميعا أبناؤه الذين ندعو له، وعلمه ينتفع به إلى أبد الآبدين. والصدقة الجارية إخواننا وأحبابنا الأعزاء السيدة زينب إلى الآن لم يعوضوا باسم فتح سرور منذ 1987 وقت أن انتخبوه نائبا عنهم، وقد كان وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي. جئت اليوم لا لكي ننعي ولا لكي نحزن ولا لكي نؤمن، ولكن لكي نحيي سيرة عطرة ومسيرة عظيمة خطها بنضاله وعرقه وكفاحه اسم سطر اسمه وتاريخه بحروف من نور، أستاذنا الدكتور أحمد فتحي سرور. وكفى، مش عايز أقول أي ألقاب ولا أي صفات، رحمه الله وأكرمه فتيح الجنات. منذ 9 يوليو 1932 إلى 6 إبريل 2024 سيرة ممتدة شملت وكيل نيابة، نعم، أستاذ جامعة، يس، مستشارنا الثقافي في اليونسكو، وي، وزير التعليم والتعليم العالي، تعظيم سلام، رئيس مجلس الشعب ل21 عاما، كلنا شهود على الثوابت البرلمانية وعلى العظمة التي كان يدير بها هذا المجلس. لسه قبل ما نبتدي الفعاليات كنت بتكلم مع احد الاصدقاء الاعزاء ان كيف الدكتور سرور كان يحتوي الجميع، كان يغضب ويزور سيدي الشيخ احمد حمدي النائب الامين العام وقاعد هو وسامي بيه مهران الله يرحمه ورحمه الله بيه، وكلنا نتابع سيدي استاذنا جليل الدكتور محمد بيشني فهمي مستشاره القانوني في مجلس الشعب سنوات طويله، وانا لحسن حظي ان انا اخذت يعني نصيب الاسد من هذا، فقد انتدبت طول الوقت من القضاء المصري مستشارا تشريعيا ل مش عايز اقول لشخص الدكتور احمد فتحي سرور عشان ما نشخصنش المؤسسات، لكن في الواقع ده كان كده، هو استطيع ان يقنعني انا كنت بعمل شفت في اعاره من الى، فانا بوسطه بقول له لان انا بعرفه من سنه 87 وقت كان وزير التعليم وكنت احد اوائل الثانويه العامه، وبقول له بيقول بيهنيني دخلت كليه الحقوق لسه ما كنتش اتخرجت كمان، كنا سنه ثانيه في لقاء شباب الجامعات في الاسماعيليه، فقال لي انت سوف يكون لك شأن عظيم بالطريقه الرائعه بتاعته. فلما ريحت بقول له هعمل شفت من اعاره من بلد لبلد عشان اعمل جرشين لاولادي، فقال لي ليه جرشين ليه؟ قلت له تعالى معايا انا وانا سيبك. فانتدبني طول الوقت سنوات طويله في مجلس الشعب مستشارا تشريعيا، وكان هذا يعني عايز اقول اساس تكويني العلمي والثقافي والانساني، وعايشت معه مواقف عديده جدا حضراتكم كلكم، فين الحدثين الحسن والاستاذ احمد ابو الهدى من اهل السيده زينب، انا بقول ايه والله العظيم كانوا بيقلعوا ساعته، كان يروح يجيب فاتح حاجه حد يقول له الساعه دي حلوه يا دكتور يقول له خدها. الى هذا الحد دكتور احمد فتحي سرور اسم وقيمه كبيره جدا، انا كنت حي معد كلمه مكتوبه وعمال احفظ فيها في كم يوم، لكن الان يعني لا استطيع اني اقول حرف منها في وجود اساتذه عظام نحرص على سماعهم يشرفنا في هذا اليوم الوفي الكريم. رمز المراه المصريه العظيمه استاذتنا معالي السفيره الوزيره ميرفت هاني الكلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في الفترة من 1996 إلى 1999، ثم أول أمين عام للمجلس القومي للمرأة ونائب الأمين العام للأمم المتحدة في بؤرة مواطن الصراع في بيروت،
وكانت كذلك أول رئيس بعد 2011 في مجلس القوم المرأة، وقد شرفت حين توليت رئاسة لجنة التشريعية في مجلس الوزراء بعد حل مجلس الشعب أن عملنا تشكيل لمجلس القوم لحقوق الإنسان، ويعني طلب مني الله يرحمه سيد المشير حسين طنطاوي دكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المشرف على هذه المجالس، فقال لي والنبي يا خالد احنا عايزين تشكيل مجلس في اقل من ساعه. قلت له يعني ازاي نعمل ايه؟ قال لي المطلوب مننا كده. اول اسم فكرنا فيها سياده السفير امير البلاوي، كان معنا وزيري عدل الاستشاري عادل بيه عبد الحميد والاستشاري محمود ابو زيد، واول مره دخل فنانين، دخلنا محمد صبحي ونعمات المخرجه الجميله نعمات محمد علي انعام محمد علي انعام محمد علي و و و و كنا حيز موقف صعوبته كان مصر غليان، لكن هي سيادة السفيرة بكرامها واستاذيتها الى ان تولت الرئيس المنظمة العربية للمرأة ولا زالت واصلة لاعضائها على الدفن. اما عن استاذ الاجيال الرمز الوطني الكبير استاذنا السفير الدكتور رئيس لجنة العلاقات الخارجية من 2005 ل 2010 في مجلس الشعب، من 2000 ل 2010 استاذنا الدكتور مصطفى الفقي حدث ولا حرج. نشكر تشريف المبنى هاني الدكتور مصطفى. القاعة الكريمة تمتلئ بأصحاب الهامات والقامات الكبيرة، استاذنا الأجل قاضي مصر الأول معالي المستشار الجديد محمد شريف فهمي، وانا طبعا بعتبر نفسي ابن روحي، اول من احتضنني في نيابه مصر الجديده كان محامي عام شرق، وكان في حاجه مجمع مصر الجديده كان في يعني سمعه عليه كده مجمع خالدين، كان من ايام سناء بيه خليل ثم هشام بيه بركات ثم محمد بيه شريف فهمي، وحقيقه تعلمت على يديه الكثير. الاساتذه الاجلاء وبحق اعضاء مجلس اداره الجمعيه المصريه جميعا هم من بادروا السبت الماضي مباشرة، وكما قال الأستاذ الدكتور رابح أتيب، بتنظيم هذه الفعالية في سرعة بغير تسرع وفي عجلة بدون تعجل، فكان لقائنا اليوم هذا حصاد ما وافقوا عليه، وتم دعوة حضراتكم كل من حضراتكم بالاسم له مكانته وله تقديره الكامل في نفوسنا. اسمحوا لي باسمكم جميعا ان احيي المصري السعودي الشاعر ابراهيم الجريفاني من جده، والاخ عبد الرحمن اللي اتوا يعني خصيصا اليوم لكي يشاركوننا احتفالنا بالدكتور احمد فتحي سرور. الان والاعتبارات الوقت اللي وصلنا الدكتور مصطفى فيه بيرتبط بندوه الفيلسوف والشيخ والفيلسوف، الفيلسوف والشيخ فريد الاستاذ الشيخ الشباشي في معهد الموسيقى جنبنا هنا، كان المفروض احنا نروح برضه لكن انا عذرت له، فكلنا شرف ان نستمع الى الحكاء على مقعدها سفيرا في النمسا، ولكن كان بيننا عضو تولى الفتره البسيطه بين الاثنين، وجميعا نعتز بها وبشجاعاتها وبرأيها وتفكيرها، ونراها رائدة بحق بكل المعاني. أنا أوافق الأخ العزيز الدكتور خالد القاضي عندما اتصل بي وقال إننا لا نقيم تأبين. ملف التأبين ده ملف حسنات وسيئات، كلام كده يعني تقليدي جدا. إنما الدكتور فتحي سرور لا يحتاج إلى هذا على الإطلاق، إنه سردية تاريخية سوف تظل هامة وقامة لا نستطيع أبدا أن نقلل من شأنها. أنا شخصيا عملت معه رئيس اللجنة الأخوات، طبعا أعرفه وهو وزير، وناس كتير ما تعرفش إنه كان متردد جدا إنه يروح مجلس الشعب، وكان يتصل بيه كل يوم، يعني تفتكر يا مصطفى يعني أنا خلاص أنا تركت اسمه بصمة في التربية والتعليم، عايز أكمل هنا بدون الرئيس، ممكن أن يجد وزير تعليم لكن لا يجد رئيس مجلس الشعب. مواصفات رئيس البرلمان مواصفات دقيقة وحساسة جدا، أن يكون قانونيا وأن يكون مفكرا وأن يكون عالما وأن يكون معروفا وأن يكون توكل على الله.
وقبل المنصب دون أن يسعى إليه، ولكن سعى إليه المنصب الذي استمر فيه أكثر من 20 عاما كما قلنا، وجاء بعد اسم لامع رفعت المعقول قصة أخرى، يعني هامة كبيرة جدا في تاريخنا الثقافي والاقتصادي والعلمي. دكتور رفعت سروبة، أنا لم أرى أزكى منه، أخي أنا أستطيع أن أوجد الفكرة من الفكرة، يعني يقول لي شوف القضية هي قدامي، يقعد يدردش معايا دايما، الولد ده ممكن يبقى ياخد إعدام وممكن ياخد براءة، وعندي الحل ليه؟ قلت له لكن ضميري هو الذي يسعفني بما أفعل. قال لي جاءني في بداية السبعينيات عائلة من الفيوم، عائلة مثيرة جدا من الفيوم، وقالوا لي دكتور فتحي سرور سمعنا عنك أنت يعني شاب نابغ ونابغ، أنا جاي لك في موضوع. قالوا له قال لهم إيه؟ قالوا له ابننا جاتي. طب جاي لي ليه؟ قالوا عشان طلع براءه. قلت له فتحي سرور ليه؟ قال لي درست القضية وكان بإمكاني إن أنا أطلعه براءه. ليه بقى؟ قال لي تجريح شهود الإثبات كانوا ناس فخراء على قد حالهم، ويقول له حصل الساعة كام؟ يقول له حصل الساعة 7، يقول له سجل عندك الساعة 7، ده كان ساعة غروب الشمس في ذلك الوقت، ويقول له بقى الحادثة كان ليل ولا نهار، يقول له سفاري سامس. الناس ما شافتش. قال لي كان ممكن تجريح الشهود يشفط القضية. فكان لدي تفكير زي الرياضيات العليا الماثيماتكس، يعني اتعلمت منه حاجة حقيقة غريبة جدا، إن دراسة القانون تعلو مثل دراسة العلوم التطبيقية العليا. القانون مش دراسة نظرية بحتة إطلاقا. أنا فاكر الله يرحمه جمال زكي لما كان بيدينا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مدخل، فكان يقول لك تعريف الجزاء زاجر دنيوي منظم. لو شلت كلمة وكان كلمة مش هتمشي كلها صح. كل شيء بالميزان. تعلمنا منه نحن طلاب العلوم السياسية اللي الدنيا مفتوحة قدامهم، يعني بياخد راحته في الكلام، أن الضبط القانوني ضبط هام جدا. الرئيس السادات وبيحكي لي هذه القصة نبيل العربي ربنا يشفيه ويطيل عمره، أنه دخل عليه مرة ورقة رسالة هتطلع من مصطفى خليل لمناهج بيجي. شوف السادات وعبد الفريد وقرا الرسالة كده، قالوا أنتوا قريتوا الرسالة؟ قال له يا نبيل هو أسامة الباز شاف الرسالة؟ قال له شافها يا فندم. قال له شفت مكتوب فيها إيه؟ جاست وألموست ونيرلي. دي تعبيرات لا تستخدم في القانون. ده في المعلمية بره عندكم. شوف الراجل كان مطلعا على دقة تفاصيل الدقة العلمية في الكتابة القانونية. قال له جاست دي ضيع مننا 2 كيلو. ونيرلي دي ضيع مننا سنة. شوف فتح سروبة كان هو الأستاذ صاحب الميزان الدقيق في التعبير. مرة على دخيل مجلس الشعب طاح أخونا الله يمسيه بالخير اسمه مرتضى منصور، وقال له الوزراء قاعدين قدام ليه؟ إحنا منتخبين ما يقعدوش قدام. قال له هذه ليست مقاعد مميزة ولكنها مقاعد مخصصة. شوفوا فرق التعبير. ذلك هو فتح السوق. فأنا كنت قاعد يعني أرشفه مما يقول وأتعلم كما تعلمت من معظم رجال القضاء. أنا برضو وقت عبد الصمد كان يشدني لغته جدا، الرفيعة الشهادة، زي ما بيشدني كده عظمة المستشار محمد شريف. طبعا شفته ومحكمته في اسمه مبارك بتدرس في كتب العالم كله. التوازن الدقيق بين احترام الرجل لما كان عليه دون أن يعطيه غير حقه أو يزيد، وفي توازن واضح. ولذلك كان رئيس الجمهورية يرد عليه قائلا أفندم أفندم بكل الاحترام. عندنا نماذج في القضاء ليس لها نظير. محمد حاضر. القضاء المصري في شوارع محمد كرور اللي رحمه كان بيحكي لي انه كان مستشار ومعار لليبيا. فكان له زميل بيجي له من فزان من اخر ليبيا كل يوم جمعه يتغدى عنده. يعني بعد جمعه تيجي تتكلم قال له انت بتتعب نفسك لو بتعيش. حبا فيا يعني قال له لا عشان اكل لحمه. قال له ليه؟ قال له لان انا في قريه فيها جزار واحد والجزار ده له قضية عندي هتنظر في الموسم اللي جاي، فخشيت أن تكون هناك شبهة تعاطف مع من لا أريد أن أتعاطف معه. شوف القضاء المصري. عبد الفتاح الطويل مرة نزل محطة دمنهور كان عنده قضية هناك، ف
اتجه بقى في الطرح باشا الطويل كان وزير عدل قبل كده، فقدمه في الرول بتاع الجلسه قبل غيره، فهو سكت وتحمل كل شيء ورجع كلم زميله الوزير بقى، قال له ارجوك ان توقع عقوبه على قاضي دمنهور لانه خصني بما لا استحق، واستخدم منصبي السابق في ان اعطيه ميزه لا استحقها. هو ده القضاء بقى. فتح سرور كان يدرك في هذه الامور، وانا عايز اقول بقى وليس هذا السبب، انا شفت فتح سرور وكثير من القضاة من تلاميذه يستشيرونه في بعض النصوص والاحكام. والبهائم كل علوم لا يبدي شيئا. هي الكره لا تبقي اصلا. ده مثلا عبد الرحيم عبد الرحيم فيعني فتح سرور الخساره فيه في انها لنموذج غير قابل للتكرار. وكان شامخا. يعني مثلا علي مذيع سرا عمره الاول كان ضد فكره التوريث تماما تماما. ولهذا لا يليق. نحن نتكلم على التوريث في نظام الامور. هذا خلط غزير. وبعدين مش حاجه لطيفه ان يبقى في رئيس موجود على قمه السلطه وتتكلم عن من يرث وتختار. فانا حييت دايما شجاعته وايمانه ويعني خلقه الكريم. سيادتك عارفه كويس احسن مننا كلنا. كان رجلا شامخا عظيما محترما. من سنتين ثلاثه اربعه كده كنت في بيروت فطلب يقابلني الاستاذ نبيه مرن. اعرف كويس رئيس مجلس النواب. فقال لي طمني الدكتور فتحي اخبارك. قلت له كويس الحمد لله. قال لي تجربه الحبس والحاجات دي شامخ. قلت له طلع كتب طلع الموسوعه الجنائيه تضاهي الموسوعه المدنيه بتاعت السنوري باشا. وده وقت يضيع ابدا. فعل ما يريد ان يفعل من اجل علمه وثقافته كفقيه قانوني كبير يعتز به في كل مكان. وكان يؤخذ رايه دوليا. وانا شفته في البرلمان الدولي عندما يتحدث يصمت الجميع. واذا طلب الكلمه سحب كل رؤساء الوفود العربيه كلمته على ان ينوب عنه الدكتور سرور فيما يجب ان يقال وفيما يجب ان يذكر في تلك المناطق. ولذلك انا بعتقد ان رحيل الدكتور فتحي سرور يمثل طي صفحه من صفحات تاريخنا القانوني والاخلاقي والفكري. وارى ان رحيله معناه ان يعني عصرا بكامله يلملم اوراقه ويفتح باب العصور الجديده. ولكن لا باس فمصر دائما تنجم من ابنائها من يسد الفراغ ويملا المكان. تحيه لهذا الراحل العظيم الذي ارتبطت به. وكان اذا ثار اذا ثار فعل فرج قلب طفل ثم يتنفذ عليه ولا بحبه روح ده. فالرجل جد خالص خالص ولا يضمن لاحد شرا ويريد للجميع الخير. وتجد مكتبه مكتب مفتوح لاصحاب الحاجات مش اعضاء برلمان. نقول لنا كل من اراد وكل من شاء وكل من سعى اليه يستقبله بقلب ودود ونفس منشرحه وروح عاليه. انني استمطر عليه شابيب الرحمه وسوابق الفضل واتمنى له في اعلى العليين شباب دي كلمه عربيه دي اطراف الشيء اطراف الشيء شابيب الرحمه وسوابق الفضل وهو في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تحيه لفتح السرور ولعصر. تستحق أكثر من أمسية لأنه بيمثل رمز لمصر الجميلة لجيل له قدرات خارقة. يعني بعد كل اللي سمعناه من حضرات المتحدثين ما عنديش كتير أقوله إلا أنه هو كان على قد ما كان قوي وعنيف في الحق وفي القانون كان إنسان بسيط ومتواضع في علاقاته الإنسانية. مرة جاني في فيينا كرئيس وفد برلماني لحضور مؤتمر دولي. فهذا العالم الجليل يقول لي خدي الكلمة بتاعتي راجعيها وشوفي ايه اللي يتحسب وايه اللي يضاف. فيعني ما فيش حد وزير او رئيس وزراء او اي حد يعمل كده زي
فتح سلوك، التواضع بتاعه، هو عاوز يشوف الجانب الدبلوماسي في العلاقات الدوليه ناقصه مثلا في الكلمه بتاعته. بصفتي سفير هناك، وهو طبعا كان انسان عميق جدا في القانون، وجعل كل الوفود الاجنبيه تلتف حوله وتأخذ النصيحة منه، وهو استطاع أن يدير المؤتمر ويصل إلى القرارات المطلوبة لصالح مصر، وهو في الحق واضح. لكن أسد على ما يخص أمن مصر ورب يعني مستقبل البلد، فالحاجة اللي أنا بأشير إليها دي توضح قد إيه الدكتور صبري كان عالم جليل في القانون والقضاء، ولكن إنسان بسيط ودقيق مع الآخرين، وكل المحيطين به كانوا بيحبوه فعلا، لأنه كما تفضل الزملاء على المنصة وأشاروا أنه كان إنسان دقيق ورقيق المشاعر اللي حوله. قبل ما أختتم كلماتي، لأنه الكلمات اللي سبقتني ما سبتش حاجة أن أنا أضيفها جديد، إلا تجربة يعني واضحة قدام حضراتكم قد إيه هو إنسان بسيط قوي واثق من نفسه، هو يدي للسفير يراجع له الكلمة بتاعته، ده يوري قد إيه واثق من نفسه وقوي وعظيم. قبل ما أنهي الكلمة لازم أشكر الدكتور مصطفى الفقي على الكلام الجميل اللي قاله في حقي، وطبعاً هو الزميل العزيز علينا كلنا ونفتخر به في كل مكان، وأرجو أنه هذه الجمعية الفاضلة أن تكرر مثل هذه الأمسية للدكتور سرور، لأنه فعلاً يمثل لي العائلة، ونحتاج نتذكر أفعاله وأفعال الجيل الذي كان به. شكرا. بالنسبه للاستاذ الدكتور
سيادة المستشار دكتور خالد، إن شاء الله إحنا عاملين دلوقتي في طابعة مخفضة إلكترونية وطابعة واقية. الطابعة الواقية بتتباع في الخارج بسعر 150 جنيه، والطابعة الإلكترونية بسعر 75 جنيه. وبشكر يعتبر بلاش برضه يعني، يعتبرش بلاش يعني. ابتداء أنا أعذروني يعني مش لابد في الحديث، ولكن ابتداء أنا أشكر مجلس الإدارة الجمعية والسادة رئيس رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء والسادة الحضور. أعوذ السلام عليكم. شكرا. رحم الله المرحوم الأستاذ العالم العلامة الكبير الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور. طبت حيا وطبت ميتا، أكرمك الله في الفردوس الأعلى، لقد أسريت المكتبة العربية والمكتبة العالمية بمؤلفات علمية كبيرة ستظل نبراسا للباحثين ولكل طالب علم. الجمعية العلمية للتشريع الضريبي رأسها الأستاذ الدكتور رابح رتيب وكافة أعضاء الجمعية وزملاء الجمعية تلقوا خبر وفاة عالمنا الجليل بثقل في القلب، ولكن هذا أمر الله وهذا قضاءه، ونحن نعلم أن علمه بعلمه إن شاء الله في الجنة. كنا حريصين في 2020 في 2020 أن تفاجأتني بأن أنا أتكلم، أنا كنت موعد أن أنا أتكلم كلمة، فطبعا عشان كده يعني برتجي الكلمات يعني. كنا حريصون على ان احنا نكرم هذا العالم الكبير، وكان اول تكريم له بعد طبعا احداث الثوره، وبعد كان في كان محتجب معالي الاستاذ الدكتور عن الظهور، واتصلنا به وكرمناه تكريم كبير، وكان سعيد في هذا اليوم سعاده بالغه جدا. وأذكر إن أنا كنت بجانب جواري على المنصة وبقول له ده شرف كبير يا أستاذنا، كان حلم حياتي إن أنا أسلم عليك وأقعد معاك، إنما أنا أقعد أتناقش معاك وإن إحنا نكرمك. فهو كان دايما يعني ودود، وكان بيحب تلاميذه ويحب الباحثين. رحم الله الفقيه وأذكره في الصحة كلمات، والسلام عليكم. على هم الهموم لما أذكر دستور الحياة، كان يبقى في مناقشة في أحد أسئلة الدكتور في كلية الحقوق، كان هو رئيس مجلس الشعب، كان لما بيدخل جوه يقول إيه؟ اليوم أنت في حجرة القانون كان إيه؟ الصوت. ألو. كان الدكتور سروش يدخل إلى حجرة القانون الجنائي قبل مناقشة أسئلة الدكتور. ما نعودش مع ترعمين الكلية، كان دائما يقول المكان ده هو بيتي. يا مارس ازاي ما كان بقى؟ ازاي ما كان كمان؟ رحمه الله استاذي كبير، انا اتعلمت منه حاجات كتير جدا، و عرفته وتعرفت على سيادته عندما كنت ضابط صغير، وكان هو في قراءة الشباب وكلية الحقوق. واستمرت علاقتي به حتى رحمه الله. كان انسانا عظيما، وفيا، صادقا، انسانا بمعنى الكلمة، واستاذا وصديقا. لا عايزك تحكي لنا اكتر من كده. سيبك كمل، عايز حاجة مشكلة جامدة جدا في المجلس، وقال لك يا احمد مفيش غيرك انت اللي هتحكي لها. عايزين سسبنس. في حاجات كتير جدا جدا جدا، انما هو استاذي دكتور سرور كان قادر على حل كل المشاكل بنفسه، ولما كان يطلب اي حاجه الحقيقه بنفذ تعليمات، مش بحل المشاكل كنت منفذ التعليمات. قول لنا حاجه من التعليمات. طيب اذا شكرا جزيلا دكتور. النهارده ان انا مع القامات العالية جدا، تقريبا اكتر من 90% اللي موجودين حقوقيين.
انا مش هقدر اتكلم في وجود الحقوقيين من ناحيه حقوقيه، لكن في وجهه ثانيه للمغفور له احمد فتحي سرور اللي هو كان اساس علشان 57/3/57 تتعمل، ولو لا ما كانتش 57/3/57 اتعملت كان هو اهدى الحرب الى المنطقه. طبعا كونه انتقل عن عالمنا الا ان الشعله موجوده بتلامذته وبتمايله بيكملوا نفس المسار بتاعه، ومصر دايما ولاده. وانا بشكرك جدا لدعوتك. معالي الوزيره ناديه زخاري، معالي نبيل بيه بشبيشي امين صندوق نادي السيارات. هذا اللقاء الذي يجسد معاني الوفاء، عرفت أستاذي دكتور رحمة فتحي سرور وكنت رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة، وكان هو أستاذا للقانون الجنائي فردا، ثم تعاملت معه وهو نائب رئيس لجامعة القاهرة، ثم وزيرا للتربية والتعليم، وشرفت في هذه الفترة بأن كنت رئيس لأحد المؤسسات الاجتماعية وهو نادي لاين في القاهرة، وكان ضيفا دائما معنا. ثم تولى حقيبة رئاسة مجلس الشعب، وكان له لقاء سنوي دائما يكون في رمضان، وكان تحت مسمى فضفضة على النيل، لأن احنا كنا ساعتها بنعمله دائما في فندق النيل هيلتون. وأنا أتذكر دائما أن هذا اللقاء كنت دائما أبقى مرتاح في الدرج، لأن الدكتور أحمد فتحي سرور رحمة الله عليه كان قيمة وقامة، وكان يستطيع أن يستوعب أكثر الأسئلة حساسية، وكان يجاوب بذكاء وانتقاد شديد وحقيقي عليه. رحمة الله على التقدير العزيز، وربه يلهمنا جميعا نحن وأسرته طلابا وزملاء وعائلة الصفر والسفر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي نبيل بير. واسمحوا عريق وأدب وقيم جدا، بشكر كل القامات العظيمه في الجمعيه، لكن الحقيقه انا حبيت اقول حاجه واحده فقط، لان بحكم الفتره كنت فيها مساعد وزير الاتصالات، كنت عضو في لجنه تعديل القانون اللي صدر، ولاول مره الاصابه دي كانت مستباحه، كان الاجانب بياخدوها بنسبه يعني 100%، وبعد كده حصل في الخمسينات في حاجه اسمها قانون العشر، فبحيث هم ياخدوا عشر الاثار، وبعد كده احنا ناخد التسعه، وبعد كده الموضوع اتقفل خالص في عهد الرئيس الواحد محمد حسني مبارك رحمه الله في القانون 117 لسنه 33. الحقيقه كان مجهود جبار جدا لخروج هذا القانون للنور، لكن الحقيقه كان في ثغرات كثيره جدا تخلي مصر او تخلي القائمين على العمل الاثري يخسروا حاجات كثيره جدا في قضايا تنقيب الخلسة وقضايا التهريب وقضايا الاسترداد وإلى آخره. كل ما أذكره في الفترة اللي كنت عضو فيها، في بس مش عضو قانوني ولكن عضو بحكم العمل الفني، يعني رأيي في التوصيف الأثري الذاتي وهكذا يعني. الحقيقة كان هناك جهود جبارة استمرت في التسعينات ولم تفلح أبدا، وفي بداية القرن العشرين أو 21 في إعادة صياغة هذا القانون. الحقيقة كان المستشار الدكتور احمد فتحي سرور، هذا ما اذكره، لم التقي به مباشره ولكن اذكر هذه له كمنقبه من مناقبه العظيمه. لما علم ذلك فقال لي يعني اذا ما كناش احنا هنحمي اثار مصر ونعد ثغرات هذه القانون فمن الذي يتوكل بذلك؟ فصدر على الفعل القانون المعدل رقم واحد، وقال ان شاء الله الكلام ده كنت في 2009، وقال لم ياتي عام 2010 الا وقانون حمايه الاثار 83 117 سنه 83 معدل تماما. فصدر بالفعل في اول عام 2010 القانون رقم واحد لسنه 2010 لقانون حمايه الاثار بتعديلات القانون 83 رحمه الله، والجزاء عنا خير الجزاء. شكرا جزيلا. نجوى الصادق المهدي رئيس اللجنه القضائيه بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بوجه الشكر إلى أعضاء المنصة، معالي الوزيرة والسفيرة ميرفت هانم التلاوي، معالي الوزيرة نادية هانم زخاري،
معالي رئيس مجلس الرعاية لإحقاق التشريع للدكتور باسم الحرفية، وشكر بلا حدود للمقصود. وشكر بلا حدود لسيادة المستشار خالد بي القاضي رئيس السجنات على أنه أخذ زمام المبادرة. وشكر بلا حدود لرئيس مجلس إدارة الاقتصاد السياسي والتشريع أيضا كتاب قدوة قانونية في ظرف 48 ساعة فقط. الكتاب صدر الطبعات الأولى 2016 دور الدكتور سرور كان هنا على المنصة دي، كان بس أصغر من كده شوية لأن كنا بنعمل أبجريد للروح المعنوية للدكتور سرور بعد ما ألم بيه، فكان لازم كانت أول حاجة تحصل في وقت ما كانش فيه أصلا، يعني كان 2016 ده تحدي حقيقي. ثم طبعا النسخة الإلكترونية 2022، ثم الطبعة العامة من دار النهضة المشكورة في 2024. الدكتور أحمد فتحي مصطفى، هل أقول يا رب ارحم وجها قضائيا وسياسيا وتشريعيا شامخا، أم أقول ارحم أستاذنا للقانون البنائي في كلية الحقوق جامعة القاهرة، أو يا رب ارحم الوزير النابغة للتعليم، أم يا رب ارحم رئيس مجلس الشعب المصري لمدة 20 سنة وأكثر أداره بحكمة وسياسية بارعة، أم أقول ارحم صاحب المناصب السياسية الذي رفع اسم مصر دوليا وأبرز وجهها الحضاري كمستشارنا الثقافي في فرنسا وغيرها من البلاد، أم أقول ربي ارحم صاحب المؤلفات القانونية المتعمقة المتميزة الذي أسرى بها ليس فقط مصر وإنما الوطن العربي وإنما العالم الدولي. لا أستطيع أن أقول كل إنجازات الدكتور فتحي سرور لأننا نحتاج إلى كتب وكتب وأحبار وأشياء كثيرة جدا، لكن أنا هذكر بس بعض مواقف للدكتور فتحي سرور يمكن أنا عصرته فيها. أولاً عصرته كطالبة في كلية الحقوق، كان أستاذنا في قانون الإجراءات البنائية، وكنا ننهل من علمه وكنا ننتظر محاضرة كطلاب بشغف وحب شديد جداً، وتأتي المحاضرة لا يوجد مكان فاضي لا واقف ولا جالس، وتسمع دبة الإبرة فيها من كتر حرصنا على سماع علمه الغزير. ثم عصرته بعد كده في مجلس الشعب، أنا الحقيقة كنت برفض أن أنتدب دائماً خارج النيابة الإدارية أو وزارة العدل، ولكن عندما رشحني لأن أكون مستشار تشريعي في اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الوزراء فرحت فرح كبير جداً أني أنا هكون جنب هذه القامة القانونية المتميزة، وتعلمت منه الكثير في إدارة الجلسات وفي العلم الغزير وفي الحنكة السياسية كثيراً. ولا أنسى مرة كنت أحضر معه أحد المؤتمرات الدولية في التحكيم التجاري، وكنت قد أعددت بحثاً عن التحكيم، أتذكر التحكيم في منازعات الاستثمار، وهو كان له المحاضرة طبعاً الافتتاحية في هذا المؤتمر الدولي. فالمهم أثناء المحاضرة أشار إلى حكم صادر من لشامب دعاش دباغي الغرفة التجارية في باريس عن التحكيم في منازعات الاستثمار، وأنا كنت رجعت بطبيعتي لكل هذه الأحكام شامب دارباغي ومكنش في هذا الحكم. استغرب يعني طب هل أنا الغلطانة؟ رجعت مرة ثانية ما لقيتش هذا الحكم، فعلى استحياء شديد رحت بعد قلت له يا دكتورنا يعني طبعا حضرتك صاحب علم غزير وكده، بس انا ما شفتش الحكم اللي حضرتك قلت عليه ده. قام جاوبني كده باسلوبه الساخر وابويته الحمد، قال لي يا ست نجوى يا هند، هو انت فاكراني سجل هروح على السايت بتاع الشامبر دارباغي واجيب الاحكام؟ انا في باريس روح شخصيا
لغرفة التجارة الدولية وشفت أحدث أحكام التي لم تنشر بعد وجبتها وقلتها له، فطبعاً اتعلمت منه الدقة الشديدة في متابعة العلوم. يمكن آخر حاجة عثرت فيها وكان لي يعني شرف إني قعدت معاه كتير أيام الشهور الأخيرة في مرضه، وأيضاً تعلمت منه الكثير. تعلمت منه إنه كان بيبقى في عز مرض وفي عز مجهوده الضعيف، ولكن يقبل القضايا للمظلومين. وكلنا نشفق عليه، يا دكتور سرور أنت تعبان هتقف ازاي؟ قال أنا ظلمت مرة ولا أستطيع أبداً أن أتأخر عن مظلوم أو أشد أذى ضعيف في هذا الموضوع. شكرا جزيلا سياده المستشاره الجليله. بس هختم بكلمه واحده يا دكتور خالد، اديني فرصه اختم بدقيقه او اكثر. رحم الله الدكتور سرور الوجه الشامخ القضائي العظيم الذي افتقدناه استاذا بشوشا وسلوكا عظيما. ربي ارحم دكتورنا احمد فتحي سرور الوجه البشوش الذي افتقدناه، واجعل الجنه مسكونا. شكرا جزيلا سياده المستشاره الجليله. المثنى على اساتذه التعليم في السعوديه من مصر، فبالتالي نقل لمصر كل الوفاءات. شخصيا خلال السبع سنوات احاول ان ارد الدين لمصر من خلال حفلات التوقيع اللي بعملها، وايضا للجانب الانساني لانه كل حفلات توقيع بتكون لمستشفيات السرطان، كانت ب 57 والمركز القومي للهضم، وايضا جامعه عين شمس المره دي والمركز القومي للهضم. فده دين عليا، واحس انه لازم ارد لمصر اللي علمتني ووصلتني لما انا فيه. شكرا لكم. ومن المملكة العربية السعودية إلى لبنان السيدة الفاضلة ريتا بدر الدين حمدلفة. أنا حابة إن يكون في لفتي
دراما، دراما وما تأثيرها على الجماهير. أنا بهمني مش بس إحنا الأجيال اللي نعرف، الأجيال الصغيرة تتعرف على شخصيات مهمة بمصر وبالعالم العربي وتلقي الضوء عليها ويعرفوها ويخدوها مثل ما قلت يا دكتور خالد القطبي، القطبي شكل مهم كثير. فدكتور محمد فتحي سرور أحمد محمود كله مش طاقات مصر. المهم انه يصير في اعمال درامي، ليش ما بدين عمل درامي بيحكي عن احمد فتحي سرور؟ ده منت ابو عمير المشهور بنحكي لها ابو عمير. يبقى اذا يعني كل التقدير والاحترام. يكون في نصوص نص، يكون في نصوص قيمه بطريق بمستواه، وهذا العمل الدرامي ينتشر والناس تتعرف والاجيال الصغيره تعرف مصر قد ايه هي غنيه وفريقه بهالشخصيات العظيمه، لانه نحن بنحتاج انه يكون في هؤلاء القاده الحكماء ان يكونوا قدوه للاجيال الجديده. حتى خلينا نعتبرها التوصيه الثالثه. لازم الشغله الفنيه مهمه كثير. احنا ما فينا نتشاهد انه صحيح بصير في اعلام وكذا، لكن الحبكه الدراميه مهمه حتى تجذب المشاهد ويعرف من خلالها. مثل لما انت بدك تعمل دواء للكحه مثلا او شيء، بتحط له شيء عسل حتى الواحد يقدر يبلع، لانه في برامج بتبقى دسمه. اذا بدك كل التقدير والاحترام، عايزينكم حضره رائعه جدا ومشكور جدا. اولا يعني برحب باساتذتنا وعلمائنا مناصر والساده الحضور، وليد بيومي دكتور في العلوم العام من نجويد ومحافظ جامعه السادات عضو الجمعيه ومحامي. انا اتذكر سعادتك موقف وانا طالب في سمراء عمود الحروب، كنت انا ربنا كرمني عملت كتاب. انت سعادتك في المجال؟ لا الفن حاضر، الفن جنب ما غلبينه من وقت عشر دقايق. هو نفس اللحن. بس اخواني وانا مظبط. تمام؟ تمام؟ فانا من ضمن المواقف الانسانيه الجميله اللي اتذكرها لاستاذنا الدكتور فتحي سرور رحمه الله عليه، كنت طالب في رابعه حقوق كده شويه، وربنا كرمني عملت كتاب بعنوان الفكر والجريمه، تمام؟ وتم نشره بدعم ورعايه الاستاذنا الدكتور فتحي سرور وانا في الكليه. تمام؟ فدي من ضمن المواقف النبيله للاستاذ، ان هو يحتضن الطالب لسه طالع من تحت الصفر. يعني انا احتضني كطالب علم ونشرت كتاب ودعمني معنويا لحد ما ربنا كرمني، خدت الدكتور علي واستاذنا الدكتور انا جعفر وعملت اربع حسابيه بعد الدكتوراه، فانا اتذكرهم جميل. الله يكرمك. شكرا جزيلا. زي حضرتك مش لكن بنحاول نعمل يعني بالانس ما بين الاجيال، بين العظماء وبين الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا استاذنا الحبيب معالي المستشار دكتور خالد القاضي. في الحقيقه هو احد رواد تنميه الوعي القانوني في العالم العربي. في الحقيقه اسمح لي في البدايه ان ارحب بالمنصه الكريمه سعاده السفيره معالي الوزيره ميرفت التلاوي، سعادة الوزيرة الدكتورة نادية زفاري، أستاذنا الدكتور رابح مدير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية بالنيابة. وأجدد شكر لحضرتك دكتور خالد، أنت ما سمعتش كلامي في الأول، أنا بعتبرك من الرواد الملهمين في تنمية الوعي القانوني في العالم العربي. تحياتي لك بشكل كبير. وبنشكر حضرتك على إهدائنا لهذا العدد لجمعية المكتبة الجامعية. وفي الحقيقة بهذه المناسبة احنا عاملين حبينا نستقصي اعمال استاذنا الدكتور فتحي سرور في الموجودة في حوزة المكتبة، فوجدنا ان عندنا 70 مؤلف يحملوا اسم استاذنا الدكتور فتحي سرور. هذه المؤلفات ما بين مؤلفاته الشخصية واشرافاته على رسائل، اعتقد هذا قليل من كثير. وباذن الله استاذن معالي الاستاذ الدكتور رئيس الجمعيه بالنيابه الدكتور رابح
ان بتلاقي من اليوم هتكون مؤلفات الدكتور فتحي صقور موجوده في معرض دائم ولمده اسبوع في مقر الجمعيه المصريه في مقر المكتبه باذن الله. رائع الحقيقه دكتور محمود، انا بشكرك اولا عشان دكتور محمود الحقيقه مسؤول عن المكتبه ونشاطاته كثيره، وكان اختار مره اقتراح انا باسمكم الحقيقه باسم زملائي اعضاء مجلس الاداره. أعود الوقت من الحاجات اللي فعلا اتخذها القرارات أن فعلا يتم، كان دايما يقول عاوزين نعمل متحف في الجمعية ينشأ بمناسبة برضه اسم الأستاذ الدكتور أحمد فتحي صقور متحف لهذه الجمعية يضم القامات بتاعت الجمعية والشكر للجمعية. ويا ريت وقتها كان الدكتور محمود نشاطك الكبير والمعروف الحقيقة يتم تأسيس هذا المتحف. وفي الحقيقة برضه لهذه المناسبة يمكن أستاذنا الدكتور فتحي صقور أحب أنوه لأنه الرئيس العاشر وهو من جيل العظماء، لأن إحنا إذا شفنا الأمير أحمد فؤاد هو الرئيس الأول، تلاه اثنين من قضاة المحاكم المختلطة وهم كانوا رجال القضاء الفرنسيين، الرئيس الرابع كان أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الحميد باشا بدوي، أتى بعده أستاذنا الدكتور عبد الحكيم الرفاعي، دكتور زكي شافعي، إلى أن وصلنا أستاذنا الدكتور عاطف صدقي، ثم أستاذنا الدكتور فتحي صقور. في الحقيقة جيل العظماء لا نتعجب فعلا لعظمة هذا المكان وعظمته. أنا بس في الحقيقة هنوه عن حاجة واحدة، ورقة وقعت في يدي وكانت عبارة عن خطاب من أستاذنا الدكتور فتحي صقور للدكتور سمير تناغم أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة اسكندرية. في الحقيقة الخطاب في الحقيقة بيشير ببحثين كان عمله أستاذنا الدكتور سمير في مجال القانون المدني وإيجار الأماكن، وبيعتبر أنه يتم إحالة هذين البحثين إلى لجان المقترحات ولجان الإسكان والمرافق للدراسة. هنا يحدث التزاوج والتمازج والانسجام والتناغم بين العالم الحقيقي والسلطة، فعندما يكون العالم في السلطة والفقيه في السلطة يثري ويضفي أثرا وشموخا على الكرسي وليس أكثر. برضو نوه من باب عظمة أستاذنا الدكتور فتحي صقور وعظمة قيادة هذه الجمعية العريقة، إن زي ما بقول لحضرتك الدكتور خالد بيه سنة 46 لما اتعمل المؤتمر الاقتصادي الأول برعاية ملكية كان في توصية من المؤتمر ومن الملك لتشكيل لجنة من الاقتصاديين المصريين لمتابعة مدى التزام الحكومة بتوصيات المؤتمر. هذا يؤكد عراقة هذا الصرح الكبير، عراقة رجالاته الكبار اللي نأمل دايما أن يظل عريقا ويقدر له من الأقدار ما يزيده شموخا في نفوسنا. شكرا للمنصة الكريمة، رحم الله أستاذنا الجميل دكتور أحمد فتحي صقور. شكرا جزيلا معالي العالم الجميل دكتور محمود الدمرداش على هذه يعني المقترحات البناءة والرائعة. ما هو قبل ما اشوف قبل ما اقول الاقتراح لازم نعرف الحاجات اللي هتكون. قول لنا احنا نستعد بايه؟ قول لنا كده. ما انا مش عارفه انتوا عندكم ايه اصلا. يعني قول لنا ممكن نستعد بايه؟ يعني لو في ارشيفز لكل حد فيهم. ما انا مش عارفه انتوا ايه. عايزين مخطوطات مثلا. لو في حاجات موجوده بعد كده نرتبها او نقسم العرض في المتحف بتاعنا. دكتورة منال عشري عضو مجلس إدارة الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم وبتشرف حضراتكم جميعا في الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسه والاسر والتشريع. تحياتي لك سعادة المستشار خالد القاضي، تحياتي للدكتور رابح، تحياتي للجميلة الوزيرة السفيرة دكتورة مريم الفلاوي والأستاذة الدكتورة جميلة زخاري. أهلا بحضرتك. أنا اسمي دكتورة منال عشري،
أنا مدرسة اقتصاد تكنولوجيا معلومات والتنمية المستدامة جامعة خاصة وعضو مجلس إدارة. في الحقيقة أنا بس أنا افتكرت كده إن الدكتور فتحي سرور يمكن ما فيش حد يعرف إن إحنا في علاقة نسب ما بيننا وما بينه. وكان والدي الله يرحمه بينزل عضو مجلس الشعب عند الخليفة وهو كان السيدة زينب. فهو كان دايما يعني عندنا بيشرفنا في المصنع كان دايما عليه منه يعني كان جاي من اهل مدرسه صغيره يجيبني انا واخواتي والناس بتوع السيده زينب الاطفال يقول لي انت لازم يجيكي تدميه مع الناس اللي في يعني مع الجمعيات الخيريه وكده ولازم يجيكي بصمه و و و ده وانا صغيره. لما كبرت الحقيقه كنت عايزه ادخل عضو مجلس اداره هنا في الجمعيه. الحقيقه استشرت وبعت له وكان هو لسه تعبان شويه كنت قلت له انا عايزه انزل عضو مجلس اداره ايه راي حضرتك؟ فضحك بيقول لي عايزه مساعده؟ قلت له لا انا مش عايزه مساعده انا عايزه راي حضرتك انزل ولا ما انزلش؟ قال لي انت كفاءه ليها. فدي كان حاجه كاني انا خدت عضو مجلس اداره. والحقيقه في اول ما جينا ما اسعفنيش الحظ يعني فجيت اتصلت عليه فبيقول لي انت زعلانه؟ قلت له لا انت ساعه ما قلت لي كده انا كاني خدت عضو مجلس اداره. فدي كانت حياتي اخر حاجه كانت ما بيننا وبعد كده ما عرفتش اتواصل معاه لانه كان تعبان جدا. فالحقيقه الراجل ده انا يعني بشهد له يمكن انا مش قانونيه انا اقتصاد بس هو بعت لي الكتاب اللي حضرتك اشرت فيه بتاع الاقتصاد والامر وهو بعت لي يعني قال لي انا بعت لك نظرات في الاقتصاد نظرات في الاقتصاد والسياسه هو بعت لي على الواتساب قال لي انا عايزك تقري الكتاب ده معهم وتشوفي ايه هي النظرات الاقتصاديه والتشريع هل التشريع قبل الاقتصاد ولا الاقتصاد قبل التشريع. فالحقيقه اللي انا بفتكره اكتر وانا صغيره مش وانا كبيره ان وانا كبيره يعني ما احتكتش بيه وكان دايما حريص ان هو يجيبني يوقفني جنبه في الصوره لكن ليا صوره اعتز بيها في المؤتمر بتاعنا اخر مؤتمر التصنيع والتنميه المستدامه ان انا كنت انا الوحيده واقفه جنبه وكان الدكتور راجح واقف جنبنا وراح ماسك ايد كتير قال لي ها او قلت له لا انا بس كل اللي بتمناه ان حضرتك تكون راضي عني فيا رب ان شاء الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويتمنى شكرا. شكرا جزيلا سعاده الدكتوره منال عشري. الان حقيقي في حاجه متصله تراجعت فيها الشيء بالشيء يذكر لابد ان نذكر كل اجلال الاستاذ الجليل احمد فتحي سرور واذكر له ان انا اجريت معاه حوار مهم جدا في صحيفه لا الدستور سنه 2009 وحتى يعني كان مكان اجراء اللقاء كان في الاستراحه اللي في جاردن سيتي استراحه المجلس في جاردن سيتي وكان حوار ثري جدا والمره الاخرى التي تقابلنا فيها مباشره حضور الاستشاري الجليل الدكتور خالد الأرض وده كان لقاء في بيته وكان لقاء ودي وحميمي بشكل كبير جدا. لا لو احنا عملنا ايه علشان يعني لا عملنا ايه ده والله؟ فطرنا في المحمدي فرابيل ايوه يعني بعد مباشره عشان الفطار بعد الفطار نروح ايه؟ نروح نقعد نقتحم عنده حقيقة أنا أود الإشارة نقطة مهمة جدا في مسألة التوثيق والتراث. هناك فرق كبير بين التاريخ كعلم والوثائق كعلم آخر. وأيضا المتاحف هي علم ثالث. في مسألة التوثيق وهو الأنسب للجمعية أن تكون هناك قاعة تذكارية وليس متحف. قاعة تذكارية. بمعنى ان يكون فيها كل اشكال التوثيق وفي نفس الوقت نقدر نقدم حاجه متواكبه مع المجتمع. بمعنى ايه متواكبه مع المجتمع؟ احنا من 1909 يعني احنا عدينا فوق ال 115 سنه. ال 115 سنه دول حصل فيهم ايه في مصر؟ انا السنه دي واطالب ويمكن روح الدكتور احمد فتحي سرور هي الذي أحوم حولنا الآن السنة دي هو مئوية مجلس النواب المنتخب اللي هو دستور 2023 أيوه اللي هو بعد 23 أول تطبيق اللي هو
برلمان، لأن هو بعد برلمان 1924 أول برلمان منتخب، مش أول برلمان مصري. وأنا بعتقد أن هذا الحدث ليس حدثا رسميا فقط، حدثا جماهيريا بالدرجة الأولى. برلمان منتخب من 100 سنة في انتخابات حرة مباشرة. في 100 عام هذه يمكن أن نرادفها بكل ما جرى داخل الجمعية. نحول ده إلى بانوراما، مش مسألة متحف وبس. وأنا يشرفني طبعا يعني أستاذنا الدكتور محمد عبد اللطيف، يعني ده أستاذ كبير في الموضوع ده. وأنا بخبرتي في التوثيق والتراث أنا تحت أمركم، وإن شاء الله يعني ده عنوان لمشروع مستقبلي. شكرا جزيلا. إذا الدكتورة نجلاء محمود أستاذة الاقتصاد، وأول مرة تشرف الجمعية مرتبطا بالواقع، لان الحقيقه يمكن من اللي بيعاب
التعليميه انها دراسات بعيده عن الواقع. الدكتور احمد فتحي سرور جمع بين الدراسه الاكاديميه في اعلى صورها ثم العمل العملي من خلال سلطه تنفيذيه وعمل دبلوماسي ثم عمل نيابي. عباره شهيره جدا وانا الغرض الذي يسعى عملناها به لقد عملت بجميع سلطات الدوله. وكان ذلك إضافة إلى فلسفة القانون وفلسفة الفكر القانوني عند الدكتور أحمد فتحي سرور. ثم هو في الجانب الإنساني كان إنسانا. أجمل ما قيل فيه وهي مقولة من الأدب العربي: إذا أشرقت النفس على الوجه فصباحا، وإذا أشرقت على اللسان فصباحا. فكان الدكتور أحمد فتحي سرور جميل وحسن الوجه وكان فصيح اللسان وكان عالما انسانا. شكرا جزيلا لحضرتك. كل رسائل الدكتوراه من سنه 82 لغايه النهارده الحمد لله ما فاتنيش رساله دكتوراه الا لما كنت احضر فيها وساهم بالمعلومه. ولا في ندوه هنا غير حضرتك مشرفه. ايوه والحمد لله من 82. الحقيقه ان انا هتكلم في نقطه واحده بس. هذا الرجل هدم نظرية الاعتراف سيد الأدلة. ده في مرة شهيرة. في دمنهور. ايوه الاعتراف سيد الأدلة. كان للاعتراف ان يتخلى عن منصته. بالظبط كده، لأن الإنسان يخلق على البراءة. فدي تحسب له على الرجل العصور. ده اللي أنا عايز أقوله بس. آخر رسالة الدكتوراه كانت في 9/12 سنة 2022. قابلني بيقول لي أنت لسه عايش؟ يعني قلت له أنا عندي 80 سنة. يعني ما أنا عندي 92 سنة. أنت هتحسب نفسك. الله يرحمه. أنا مش عايز أقول أكتر من كده. شكرا جزيلا لسيادة المستشار أمين بيه الكلمة. بداية الدكتور طارق سرور كان يتمنى أن يكون متواجدا، ولكن لظروف سفره في فرنسا في جامعة السربون للاتفاق على بنود تجديد الاتفاق بين جامعتين جامعة القاهرة وجامعة السربون. ثانيا أحب أشكر السادة الأعضاء الجمعية الاقتصادية السياسي والإحصاء والتشريع والسادة الحضور بالأخص السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين رافقوا الدكتور خلال مسيرته، كما أكرر شكري لإطلاق اسم الدكتور أحمد فتحي سرور على هذه القاعة. كما أتوجه بالشكر للدكتور رابع خطيب والدكتور خالد القاضي والدكتور مصطفى الفقي والوزيرة السفيرة ميرفت التلاوي والوزيرة نادية الزخاري. كما أشكر السيد المستشار القاضي الجليل الدكتور محمد شريف فهمي على كلماته ودموعه الغالية عن الدكتور أحمد فتحي سرور. وأختم بالشكر لكم جميعا، ولن أتحدث عن الدكتور فتحي سرور لأنه داخلكم جميعا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. احنا معتادين المنصة هتنزل لحضراتكم، هناخد صورة جماعية وهنقول بصوت واحد